مطربين المهرجانات دايما بيثيروا الجدل في مصر، خصوصا بعد ما اتمنع منهم كتير من الغنى الفترة اللي فاتت، لكن الأبرز ما بينهم هو المطرب عمر كمال اللي فضل مستمر في الغنى في حالة من الازدهار الفني اللي بيعيشها في الفترة الحالية. عمر كمال دايما بينشر صور ليه على موقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات الانستجرام، وفي أغلب الأوقات بيبقى في الخلفية عربية من عربياته. أسطول عربيات عمر كمال أثار الجدل في الفترة اللي فاتت، والناس صارت وإن إزاي مغني مهرجانات يبقى عنده العربيات دي كلها، بس عمر رد عليهم وقال إنه لو ما كانش إنسان كويس ربنا ما كانش هيكرمه. طيب ايه هو اسطول عربيات مطرب المهرجانات الشاب، وايه هي تفاصيل العربيات بتاعته ومميزاتها واسعارها؟ ده اللي هنعرضه لكم في التقرير بتاعنا. عمر كمال قال في تصريحات صحفية انه عنده 4 عربيات، وانه لما بيعوز يجيب عربية جديدة وممكن يخلص فيها لو لقاها غالية قوي ما بيشتريهاش، بس المعلومات بتقول ان عمر كمال اشترى اكتر من 4 عربيات في حياته، ممكن يكون باع حاجة منهم ومحتفظ بس ب4 في الوقت الحالي زي ما هو قال. وقال عمر كمان ان ساعات ممكن حد يجيله يقول له ان نفسه يتزف او بنته تتزف في عربية من عربياته، وهو بيطلعها له فعلا وما بيتأخرش على حد، وعشان كده ربنا بيكرمه. طيب ايه هي بقى عربيات عمر كمال، وايه مواصفاتها ومميزاتها، وايه هي اسعارها؟ بي ام دبليو اكس 6. عربية بي ام دبليو اكس 6 اللي بيمتلكها عمر كمال بتيجي بمحرك 6 سلندر و3000 سي سي بقوة 306 حصان، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك فيه 8 سرعات، وبيستهلك حوالي 8 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وبينطلق من 0 ل 100 كيلو خلال 6.4 في الثانية، وسرعتها القصوى بتوصل لحوالي 240 كيلو متر في الساعة. وسعر عربية بي ام دبليو اكس 6 موديل 2019 اللي بيمتلكها عمر كمال بتوصل لحوالي 1,850,000 جنيه مصري. نيجي بقى لعربية بنتلي كونتيننتال جي تي. عمر كمال كان نشر على صفحته الرسمية صورة مع عربية بنتلي الفارهة، وقال انه تم تكريمه في المملكة العربية السعودية من عائلات الشطري واللي ادوله عربية بنتلي هدية. عربية بنتلي كونتيننتال جي تي بتستمد قوتها من سواعد محرك 8 الاسطوانات وبسعة 6000 سي سي، وقدرتها 542 حصان و 770 نيوتن متر للدوران، وسرعتها القصوى بتوصل ل 318 كيلو متر في الساعة. سعر العربية دي بيبدأ من 1,174,500 ريال سعودي، وبيوصل ل 1,760,000 ريال، يعني سعرها ما بين 5 مليون ل 7 مليون و375,000 جنيه مصري. أما بقى جيب رانجلر، العربية الثالثة اللي بيمتلكها عمر كمال، هي بتيجي بمحرك بسعة 3600 سي سي وقوة 285 حصان مع ناقل حركة 8 سرعات وعزم دوران 352 نيوتن، وسرعتها القصوى بتوصل ل 180 كيلو متر في الساعة، وطولها بيوصل لحوالي 422 سنتيمتر. وسعر عربية جيب رانجلر حوالي 875,000 جنيه. أما بقى مرسيدس سي 180، عمر كمال اشترى العربية دي موديل 2020 بلون سيلفر، وبتيجي بمحرك 1.5 لتر مزود بتربو مكون من 4 اسطوانات، وبيولد قوة 156 حصان وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر، وبتوصل سرعتها من 0 ل 100 كيلو متر في 8.6 في الثانية، وسرعتها القصوى 223 كيلو متر في الساعة، ومتوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر. وسعرها الرسمي وقت ما اشتراها كان بيبدأ من 855,000 ل1,045,000 جنيه. أما بقى رانج روفر 2021، في أواخر شهر
مارس 2021 أعلن عمر كمال أنه اشترى عربية ماركة رانج روفر 2021 وبتتراوح أسعارها ما بين 2 مليون و390 ألف ل5 مليون جنيه.